السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبذة عن كوكب أورانوس. يعد كوكب أورانوس الذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة أحد كواكب المجموعة الشمسية، ويحتل المرتبة السابعة بين هذه الكواكب من حيث البعد عن الشمس، إذ يبعد عن الشمس مسافة تبلغ نحو 2.9 مليار كيلومتر، وثالث أضخم كواكب المجموعة الشمسية، كما يحتل المرتبة الرابعة من حيث الكتلة مقارنة بباقي كواكب المجموعة الشمسية، إذ تبلغ كتلته 173 تريليون و626 مليار كيلوغرام. ويتميز كوكب أورانوس بالحجم الضخم الذي يصل إلى 4 أضعاف حجم الأرض، ونظرا لبعد هذا الكوكب عن الشمس، فإنه يستغرق ما يعادل 84 سنة أرضية لإتمام دورة واحدة حولها، في حين يحتاج 17 ساعة لإتمام دورة واحدة حول نفسه. ويعد هذا البعد أيضا سببا في أن شدة الضوء الشمسي على سطح كوكب أورانوس تعدل ما يقارب 400/1 من ما هي عليه على سطح الأرض، وذلك نتيجة اقتراب كوكب الأرض من الشمس بحوالي 20 ضعفا مقارنة ببعد أورانوس عنها. اكتشاف كوكب أورانوس. تشكل كوكب أورانوس مع تشكل المجموعة الشمسية منذ ما يقارب 4.5 مليار سنة، وذلك نتيجة لتجمع الغبار والغازات بفعل الجاذبية مكونة هذا الكوكب الجليدي. وقد مرت عملية اكتشاف كوكب أورانوس بتطورات عديدة ومتعاقبة عبر الزمن، إذ بدأت أول هذه الاكتشافات في عام 1781 ميلادية على يد عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل الذي اكتشف كوكب أورانوس أثناء بحثه عن النجوم. وفي الفترة المحصورة بين عامي 1787 و1851 ميلادية، تم اكتشاف 4 من الأقمار 5 الرئيسية التابعة لأورانوس، أما القمر الخامس فبقي غير مكتشف حتى عام 1948 ميلادية. ثم توصل العلماء والمختصون إلى وجود حلقات تحيط بهذا الكوكب، وذلك في عام 1977. استمرت جهود استكشاف كوكب أورانوس بالتقدم، ففي عام 1986 ميلادية حدثت الرحلة الأولى له من قبل مركبة فوياجر 2 الفضائية التي أطلقتها وكالة ناسا، والتي اكتشفت 10 أقمار جديدة للكوكب، إضافة إلى اكتشاف مجاله المغناطيسي وحلقتين جديدتين من الحلقات المحيطة به. ثم في عام 2005 ميلادية تابعت ناسا أبحاثها واكتشفت حلقتين إضافيتين إلى جانب 2 من الأقمار التي تدور في فلك الكوكب. وبعد هذا الاكتشاف بعام واحد استطاع مرصد هابل الفضائي التوصل إلى أن الحلقة الخارجية لأورانوس هي ذات لون أزرق، بينما تتلون الحلقة الداخلية له باللون الأحمر. وفي عام 2007 ميلادية وصل أورانوس إلى الاعتدال الشمسي، والذي يكون فيه الكوكب مضاء بشكل كامل، إذ يحدث ذلك عندما يتعامد قرص الشمس مع خط الاستواء. خصائص كوكب أورانوس. المناخ والغلاف الجوي لكوكب أورانوس. يتميز كوكب أورانوس عن غيره من الكواكب بمحور دورانه الذي يحدث تغيرات مناخية فصلية مختلفة، إذ يبلغ الميل المحوري لهذا الكوكب 98 درجة، مما ينتج عنه مواجهة أحد القطبين لأشعة الشمس لفترة طويلة، مع بقاء القطب الآخر في الظلام في هذه الفترة. وعند دوران الكوكب يتناوب كلا القطبين ذلك في عملية تبادلية بينهما، إذ يخيم الليل على القطب الشمالي للكوكب لمدة 21 عاما أثناء فصل الشتاء، في حين يسود النهار لنفس المدة خلال فصل الصيف. أما في فصل الخريف والربيع فإن كلا من الليل والنهار يحلان لمدة 42 عاما. يمتاز كوكب أورانوس بالعواصف القوية التي تحدث في غلافه الجوي، إذ تتراوح سرعة الرياح على سطحه بين 145 إلى 579 كيلومتر في الساعة، أما درجات الحرارة فيه فتصل إلى نحو سالب 214 درجة مئوية، وإلى ما يقارب سالب 224 درجة مئوية في الطبقات السفلية من غلافه الجوي،
كما يتميز هذا الكوكب بالغطاء السحابي الفريد نظرا لوجود الغيوم فيه بشكل كثيف، والتي تصل درجة حرارتها إلى ما يقارب 193 درجة مئوية تحت الصفر، وتتكون بشكل رئيسي من مزيج من البلورات الجليدية. ويجدر بالذكر أن دوران هذه الغيوم حول الكوكب يصل إلى سرعات كبيرة قد تزيد عن 482 كيلومتر في الساعة. تحتوي الطبقات العليا في الغلاف الجوي لكوكب أورانوس على غاز الميثان الذي يمتص الضوء الأحمر، مما يفسر سبب ظهور الكوكب باللون الأزرق المخضر، وقد يتحول هذا اللون إلى الأزرق الغامق نتيجة لانخفاض درجة حرارة الكوكب إلى أقل من سالب 203 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تقليل نسبة وجود غاز الأمونيا في الجو بسبب تحوله إلى بلورات جليدية، وبالتالي زيادة تركيز غاز الميثان الأزرق. ويجدر بالذكر أن الغلاف الجوي لكوكب أورانوس يتكون من مجموعة من الغازات المختلفة، وهي غاز الهيدروجين الذي يشكل النسبة الأعلى والتي تصل إلى 83%، بالإضافة إلى غاز الهيليوم بنسبة 15% وغاز الميثان بنسبة 2%، وذلك إلى جانب نسبة قليلة من الهيدروكربونات مثل الأسيتيلين وكبريتيد الهيدروجين والإيثان وغيرها. المجال المغناطيسي لكوكب أورانوس. يعد الغلاف المغناطيسي لكوكب أورانوس غريبا بعض الشيء، ففي حين أن المجالات المغناطيسية الخاصة بالكواكب الأخرى تتخذ نفس اتجاه دوران الكوكب، إلا أن اتجاه المجال المغناطيسي لأورانوس يميل بمقدار 59 درجة عن محور دوران الكوكب، مما يؤدي إلى انحراف المركز القطبي للكوكب بمقدار ثلث نصف قطره. ويجدر بالذكر أن هذا المجال المغناطيسي غير المنتظم وغير المتوازن لكوكب أورانوس يؤدي إلى حدوث ظاهرة الشفق القطبي على الكوكب بعيدا عن قطبيه، على عكس ما يحدث في بعض الكواكب الأخرى كالأرض والمشتري وزحل، التي تنشط هذه الظاهرة فيها عند أقطابها هذا، وتمتد مسارات الذيل المغناطيسي خلف الكوكب لمسافات تقدر بملايين الكيلومترات إلى الفضاء الخارجي، وتكون خطوط المجال المغناطيسي لهذا الذيل ملتوية بسبب الدوران الجانبي للكوكب. تركيب وبنية كوكب أورانوس. يعد كوكب أورانوس أحد أكبر الكواكب الجليدية العملاقة في المجموعة الشمسية، وذلك جنبا إلى جنب مع كوكب نبتون، وثاني أقل كواكب المجموعة الشمسية كثافة بعد كوكب زحل. هذا ويتكون أورانوس من نواة صخرية صغيرة تشكل مركزه، وتتميز بارتفاع درجات الحرارة فيها، والتي قد تصل إلى 4892 درجة مئوية، وتحاط بسائل ساخن كثيف يشكل ما نسبته 80% من كتلة الكوكب، إذ يحتوي هذا السائل على أشكال مختلفة من الجليد كجليد الماء والأمونيا والميثان. ونتيجة لهذه السوائل الجليدية، فإن سطح الكوكب لا يعد سطحا صلبا، مما يجعل من هبوط المركبات الفضائية عليه أمرا مستحيلا، إضافة إلى الضغط العالي في الغلاف الجوي للكوكب، والذي قد يؤدي إلى تدميرها. حلقات كوكب أورانوس. يحيط بكوكب أورانوس 13 حلقة مقسمة في مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى 11 حلقة داخلية ضيقة وذات لون رمادي داكن، في حين تحتوي المجموعة الثانية على حلقتين خارجيتين، إذ تظهر الحلقة الأبعد منهما باللون الأزرق، بينما تظهر الحلقة الأخرى باللون الأحمر. ويجدر بالذكر أن بعض الحلقات الكبيرة تكون محاطة بالغبار الناعم. أقمار كوكب أورانوس. يدور في فلك كوكب أورانوس 27 قمرا معروفا، وقد استمدت أسماء هذه الأقمار من أعمال أدبية لأدباء كبار كويليام شكسبير وألكسندر باب، وفيما يلي ترتيب أقمار أورانوس الخمسة الرئيسية من القمر الأقرب لسطح كوكبه إلى القمر الأبعد عنه. قمر ميراندا يبلغ قطره 480 كيلومتر، وهو بذلك أصغر الأقمار الخمسة الرئيسية. قمر أرييلا يتمتع بتاريخ معقد وكبير بالرغم من حجمه الصغير، ويعد القمر الأكثر إضاءة مقارنة بأقمار أورانوس الأخرى.
قمر أمبريل يعد أكثر أقمار أورانوس ظلاماً، ويحتمل أن يكون القمر الأقدم بينهم، وعلى الرغم من تشابهه من حيث الحجم مع قمر أرييلا، إلا أنه يختلف عنه في المظهر بشكل كبير، إذ يخلو سطحه من الحفر والفوهات البركانية والأنشطة التكتونية التي تظهر على سطح قمر أرييل. قمر تيتانيا هو أكبر الأقمار التي تدور في فلك كوكب أورانوس. قمر أوبيرون يمتاز بحجم أصغر بقليل من حجم قمر تيتانيا، إلا أنه ذو مظهر مختلف كليا عنه. يدور حول كوكب أورانوس 22 قمرا آخرين بالإضافة إلى ما سبق ذكره، وهذه الأقمار هي قمر كورديليا وأوفيليا وبيانوكا وكريسيدا وديسديمونا وجولييت وبورتيا وروزاليند وكيوبيد وبيليندا وبيرديتا، بالإضافة إلى قمر بوك وماب وفرانسيسكو وكاليبان وستيفانو وترينكولو وسيكوراكس ومارغريت وبروسبيرو وستيبوس وفيرديناند. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.